اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده. فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصايح واهم توقعات وتحذيرات لبرج الميزان الهوائي لشهر ابريل 2020. طبعا عايزه احيي برج الميزان عشان برج الميزان من اكتر الابراج اللي عندي نسبه مشاهده عاليه جدا جدا فيها، فثانك يو برج الميزان على يور ديديكيشن وعلى الاهتمام القوي. يو ار وان اوف ذا توب الشهر ده، فعشان كده بقى هزهقكم فيديوهات يا برج الميزان. كالعاده بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كل حاجه كل حاجه كل حاجه. يلا خلونا نبتدي ونتكلم عن ايه هي اهم التوقعات والنصايح اللي حابه اقولها لبرج الميزان. اول حاجه، برج الميزان شهر ابريل هيبقى عندنا نصين. نص الاول هتبقى عايزاك تستحمل شويه تحديات. في شويه تحديات يا برج You guys, make sure you check my channel on YouTube. Oh my profile is not myself because there's someone I love. My name is Sonic the Hedgehog. My YouTube channel is Amayamai. The Amayamai is L-A-M-I-E. Make sure you check it out. If you don't, I'll just get mad. طيب فيا جماعة. طيب يور هاف تايجر، معلش والله العظيم انتوا طيبين جدا. طيب برج الثور، برج الثور، في حد بيقول الكلمه برج الميزان. النص الاولاني من السنه من شهر ابريل هيبقى فيه تحديات او فيه شويه قلق، فيه شويه عدم، يعني الدنيا ممكن تبقى واقفه معاك شويه، عدم توفيق شويه، تلاقي الدنيا بتقف معاك. ف يعني حاول ان انت بس تمسك نفسك شويه. برج الميزان من اول يوم 20 الدنيا تبدا تظبط معاك، في شويه تحديات في العمل، تحديات في المال، في مثلا ريسبونسبيلتيز كتيره، مطلوب منك حاجات كتيره جدا، فهيبقى شويه ايه قلق. بس انت يا برج الميزان عادي، انت قوي وانت سبورتيف وانت من نوعيه الناس اللي بتستحمل، فبس استحمل اول 20 يوم، بلاش تاخد قرارات مصيريه، بلاش تاخد اي اكشنز. يعني ممكن بس يبقى في شويه عقبات في اي حاجه بتعملها ليها علاقه بالشغل او بحياتك الشخصيه او حياتك الشخصيه او حياتك العمليه قصدي، وسبيشلي الشغل. الشغل في شويه قلق هقول لكم عليه. يعني ممكن برج الميزان يبقى محتار ان انت تغير شغلك، تروح شغلانه جديده او تتنقل لشغلانه جديده غير الشغلانه اللي انت فيها. ممكن تبقى بتفكر ان انت تعمل، يعني يجي لك اوفر تاني او يجي لك شغلانه جديده. فبرج الميزان ممكن يكون عندك الفتره دي تغيير في الشغل، بس شايفه في ناس هتفكر اوريدي تروح شغلانه تانية وفي ناس هتفضل في الشغلانه بتاعتهم، ففي احتماليه كبيره لتغيير الشغل او ان انت تفكر او تبقى محتار ان انت عايز تغير شغلك. تاني حاجة يا برج الميزان، في شوية زعل او خصام او عدم اتفاق مع زملائك في العمل او مع اصدقائك. يعني في نقاشات حادة، ممكن تتخانق مع حد، يحصل مشاكل، يحصل كلام مثلا، يعني تقول يبقى مناقشة، حد يقول لحد كلام يزعله، كلام يضايقه. فخلي بالك من تلك النقاشات الحادة يا برج الميزان اللي ممكن تضايقك او ممكن تزعلك. زي مشاكل ما بينك وبين زملاء العمل حاول تستحملها، او غيرة، يعني عندك ناس بتغير منك يا برج الميزان، شايفينك ان انت بتمسك التراب بتحول لذهب. ف يعني هم مستغربين ايه النجاح اللي بيحصل عندك ده، لان انت من السنة دي برج الميزان انت من اكتر السنوات اللي بتضمن لك الحظ وبتضمن لك النجاح وبتضمن لك التوفيق وبتضمن لك تحقيق حاجات كثيره جدا جدا. طيب برج الميزان برضو عندك عدم قدره على، يعني حيره شويه، يعني الشهر ده انت اصلا متردد. يعني ممكن يبقى عندك حيره في اتخاذ قرارات مصيريه. حاول انت تهدى، حاول تفكر كويس، حاول تتاكد ان انت هتختار الاختيار الصح. في منافسه قويه، في ناس بتحطك في مقارنه، واضح ان الشهر ده او الشهر ابريل هتتحط في مقارنه قويه ما بينك وما بين حد قوي، حد منافس قوي ليك، وفي منافسه شرسه، منافسه قويه ما بينك وما بين حد مشهور او حد معروف او حد عنده فانز. فشايفها ايه، يعني ايه كانك هتتحط في كومبيتيشن قويه جدا جدا، واسمك هيتقارن مع اسم قوي جدا جدا يا برج الميزان. فشايف ان انت هتنجح تلك الكومبيتيشن، بس المنافس بتاعك مش سهل، ومنافس قوي لازم تعمل له حساب، ولازم تبقى حاسس ان هو مش حد تقيل، مش حد سهل اطلاقا. كمان يا برج الميزان شايفه عندكم طاقه، انا شايفه ان انتم مهتمين بشكلكم الفتره دي، كانكم بتعملوا نيو لوك، كانكم بتعملوا تغيير، كانكم بتعملوا راتي بوش يا بوتش. دي اول اكسبتت. لا احنا خلص الفيديو الاول، بعد كده بقى نكسبت. معلش يا جماعه انا وابني الحب مولع في الدوره، معلش معلش. قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتفق معاك ولا لا يا برج الميزان.
طب بس انا شايفه ان انت برج الميزان ممكن تكون يا عمر بس بقى خلاص لا يا عمر ويت ممكن تكون كمان ظلم في حد مثلا كان محتاج مساعدتك او كان محتاج سبورت منك او كان محتاج دعمك بس انت تخليت عنه او انت شفت نفسك عليه شويه او بس الشخص ده يعني انا شايف انت ممكن تندم ان انت ما ساعدتوش لان الشخص ده هيكبر شخص ده عنده نجاحات عنده تفوق عنده حاجات كتيره حلوه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج الميزان والحب. شايفه عندك اوبورتيونيتي لقصه حب جديده يا برج الميزان وسبيشال لو انت سنجل او منفصل عندك شخص جديد هيدخل حياتك. الشخص ده شكله حلو جدا جدا بيهتم بمظهره بيهتم بالستايل بتاعه بيهتم بشكله بيهتم بلبسه بيلبس حلو قوي شكله حلو ستايل كده هو شكله حلو الشخص ده شكله حلو قوي قوي يعني انت اكتر حاجه هتاخد بالك منها ان هو شكله حلو جدا. يا جماعه ادعوا لي عشان اعمل عمليه النهارده في اسناني الدكتور ركب لي حاجه تامب كده قصيره مش عارفه شايفينها ولا لا. فبرج الميزان الشخص ده انت هتنبهر بيه مش باعماقه هتنبهر بشكله هتنبهر بستايله هتنبهر بطريقته بس خلي بالك لان انت ممكن لما تعرفه اكتر تحس ان هو مش كومباتبل معاه لان هو مبهر من بره بس انت ما تعرفش اعماقه فركز في اعماق الشخص ده ركز في طريقته ركز في الكرايتيريا بتاعته هل انت تقدر تتعامل معاه ولا لا. كمان يا برج الميزان شايفه الناس المنفصله عندكم فوق اما فرصه بنسبه كبيره لحب جديد وفي ناس عندهم فرصه للرجوع على حسب انت عايز ايه برج الميزان. طيب الناس المرتبطه الناس اللي اوريدي في حد في حياتهم في تو بوينتس يا اما انت هيبدا يعجبك حد جديد يا برج الميزان هيبقى عندك علاقه ثلاثيه للاسف العلاقه الثلاثيه دي ممكن تكون من ناحيتك او من ناحيه شخص تاني يا اما ان انت هتبدا تعجب بشخص تاني هيدخل حياتك او تعرف عليه شكله حلو مبهر ستايل يعني هو هيعرف يخطفك يا اما الحبيب بتاعك او الشخص اللي انت بتحبه هيعجب وهينجذب بشخص اخر بس شايفه ان الانجذاب ده مؤقت يعني ايه كانه هيخرج عن المسار ثم يعود عن المسار فلو لقيته خرج على المسار يعني ايه اهتم بيه اتكلم معاه حاول يبقى فيه opportunity ان انتوا تبقوا فيه conversation ما بينكم. كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا على انستجرام وعلى فيسبوك وقولوا لي القراءة دي تتفق معاكم ولا لا يا برج الميزان. بس حاولوا ان انتم ما تاخدوش اي قرارات مصيرية اول 10 ايام من الشهر او سبيشالي ال 10 ايام التانيين كمان لان النص التاني هيبقى افضل بكتير جدا من النص الاولاني. باي باي مع السلامة.